مشاهدينا اهلا بكم في تغطيه جديده ولايف جديد على موقع صدى البلد. رغم كل الاضرار اللي خلفها الزلزال المدمر اللي شهدته تركيا في 6 فبراير اللي فات، الا انه من المتوقع حدوث زلزال تاني في تركيا بقوه اكبر وتفوق اضراره الاضرار اللي خلفها هذا الزلزال. ده وفقا لتنبؤات وتوقعات خبراء الزلازل، وصراحه مسؤولو تركيا خدوا هذا التوقع على محمل الجد وبداوا فعلا في اتخاذ بعض الاحتياطات والاجراءات لتفادي اكبر قدر ممكن من الاضرار. فتعالوا نعرف ايه حكاية هذا الزلزال القادم ونعرف ازاي بتستعد تركيا لمواجهته. بدأ الموضوع مع تصريح خبراء زلازل في تركيا النهاردة الجمعة بانه من المتوقع حدوث زلزال قوي في مدينة اسطنبول تفوق خسائره تلك التي تم تسجيلها جنوب شرقي البلاد. استند الخبراء في تصريحاتهم على التقارير الخاصة بالمنازل في تركيا، وقالوا ان التقارير بتشير الى انه يوجد في اسطنبول 1,164,000 مبنى و 4.5 مليون شقة، كل منهم بيضم حوالي 3.3 شخص في المتوسط. وقام الخبراء بتحليل البيانات الخاصة بالمنازل وأكدوا أنه إذا وقع زلزال قوته 7.5 درجة أو أكثر، من المتوقع أن يتضرر 13,000 مبنى بأضرار جسيمة و 39,000 مبنى بأضرار شديدة و 136,000 مبنى بأضرار متوسطة و 300,000 مبنى بأضرار طفيفة. لم يكتفي الخبراء بتحليل البيانات الخاصة بالمنازل، ولكنهم وضعوا سيناريو وقدروا فيه خلاله حجم الضرر في حالة وقوع زلزال قوته 7.5 أو أكتر. قالوا إن عدد الشقق المتوقع تعرضها لأضرار جسيمة وشديدة أكتر من 2,011,000، وده بيدي فكرة عن الخسائر اللي ستتكبدها الشقق بمتوسط 1.3 شخص. بعد هذه البيانات والتقارير، أعلنت بلدية اسطنبول الكبرى عن خطوة سريعة لفحص المباني القديمة في أحياء المدينة. وقالت بلدية اسطنبول في بيان ليها أنه بعد تحذيرات الخبراء تقرر البدء في فحص المباني اللي تم تشييدها قبل عام 2000 مجاناً، وأعاد التقرير بالمخاطر. وأكدت كمان أنه يمكن تقديم طلب للفحص على المواقع الإلكتروني للمراجعة، وبيكفي أن يتقدم أي مالك بشقة ليحددها بطريقة الفحص السريع لتفادي طبعاً حدوث أضرار كبيرة. واضح أن المسؤولين في تركيا بيعملوا على اتخاذ الحذر والاحتياط وبيأخذوا توقعات الخبراء على محمل الجد، خاصة وأنه سبق وتوقع العالم الهولندي بحدوث الزلزال اللي وقع في 6 فبراير قبل وقوعه بأيام. ولكن رغم ده فإحنا بالتأكيد نتمنى أن كل التوقعات دي ما تحصلش، ونتمنى كمان أن المسؤولين في تركيا يتخذوا فعلا كافة الإجراءات الممكنة لحفظ سلامة الشعب التركي عشان ما نشوفش اللي إحنا شفناه مرة تانية. مشاهدينا، خلصت تغطيتنا، ولكن متابعتنا للأحداث ما زالت قائمة. للمزيد من التفاصيل زوروا موقع صدى البلد الإخباري. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.